عشر معلومات وحقائق مثيرة للاهتمام عن أوكرانيا نراهن أنك لم تسمع بها من قبل. عندما تفكر بأوروبا الشرقية، عادة ما يخطر ببالك دول ومدن سياحية شهيرة مثل براغ أو بودابست أو حتى روسيا. لكن عادة ما ننسى وجود دولة كبيرة جدا في أوروبا الشرقية وهي أوكرانيا. على عكس الاعتقادات السائدة، ربما فأوكرانيا بلد رائع ومذهل، سواء من ناحية الطبيعة الخلابة أو الآثار المعمارية المذهلة أو حتى التقاليد المحلية للسكان. لنتعرف سوية على معلومات لا نعتقد أنك سمعت بها عن أوكرانيا. أولا، هو بلد كبير المساحة. باستثناء روسيا، تعتبر أوكرانيا أكبر بلد في القارة الأوروبية، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 603,000 كيلومتر مربع، وهي تمتد من الحدود المتاخمة لروسيا في الشرق إلى حدود بولندا في الغرب، وهي محصورة بين البحر الأسود في الجنوب ودولة بيلاروسيا في الشمال. ومن ناحية المساحة، تأتي فرنسا في المرتبة التالية بعد أوكرانيا وروسيا بمساحة 551,000 كيلومتر مربع. تحتوي أوكرانيا على 7 أماكن مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي. ضمن تلك الحدود الضخمة وعلى مدار تاريخ طويل من الزمن، تمتلك أوكرانيا 7 مواقع صنفت ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي. تشمل تلك المواقع كاتدرائية القديسة صوفيا في العاصمة كييف، وهي معلم معماري مذهل يعود تاريخه إلى دولة كييف الروس في القرن الـ11، ثم مدينة طاوريس خيرسون القديمة جدا والتي أسسها اليونانيون القدماء منذ 2500 سنة تقريبا، وتقع على سواحل البحر الأسود بجانب مدينة سيفاستوبل اليوم. أما الموقع الثالث فهو غابات الزان القديمة في جبال الكاربات، وهي تشمل مجموعة كبيرة من الغابات وتصل حتى جبال فيهورلات في سلوفاكيا. هناك أيضا قوس ستروف الجيوديسي، وهو عبارة عن سلسلة من التثليثات التي استخدمت للمسح وتصل هامرفيست في النرويج بالبحر الأسود في أوكرانيا، وهي بالتالي تمتد على نطاق 10 دول في أوروبا يزيد طولها عن 2820 كيلومتر. وكانت هذه التثليثات تستخدم لقياس خطوط الطول. نشأت فكرة تأسيسها لدى العالم الروسي الألماني فريدريك جورج فيلهلم فون ستروف بين عامي 1816 و 1855، وكان العالم يهدف إلى قياس حجم وشكل الكرة الأرضية بدقة، وهكذا ساهمت التثليثات بالقياس وجاءت كخطوة أساسية ومهمة في تطوير علوم الأرض والمسح الجغرافي. أوكرانيا والفودكا الخاصة بها. وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، تأتي أوكرانيا في المرتبة السادسة من ناحية استهلاك الكحول، حيث يستهلك المواطن الأوكراني ما يعادل 14 لترا من الكحول سنويا. بالمناسبة، تتربع بيلاروسيا على المرتبة الأولى، وتأتي بعدها مولدوفا وليتوانيا وروسيا ورومانيا ثم أوكرانيا بالطبع. في الحقيقة، لا يتناول الأوكرانيون الفودكا فقط كما هو شائع، بل أن المشروب المحلي الأشهر هو الهوريلكا، وهو مشروب روحي صاف يعتبر مشابها جدا للفودكا، بل حتى أنه يستخدم في السياق العام للدلالة على الفودكا. الاختلاف بين الفودكا التي نعرفها والهوريلكا هو أن الأولى تعني المياه الدقيقة، بينما تعني الثانية المياه الحارقة. وهناك أيضا اختلاف آخر، هو أن الهوريلكا قد يضاف إليها مذاق الفليفلة الحارة. أوكرانيا وعشق الماكدونالدز. بالطبع يحب الأوكرانيون المشروب، لكنهم أيضا يحبون وجبات ماكدونالدز السريعة، إذ أن مطعم ماكدونالدز المجاور لمحطة القطار الرئيسية في العالم كييف هو ثالث المطاعم الأكثر انشغالا في العالم أجمع. ما يزيد الأمر غرابة أن ماكدونالدز يهيمن بشراسة على مطاعم الوجبات السريعة في البلاد، على الرغم من الازدحام الجنوني الدائم في مطاعم ماكدونالدز، وليس فقط ذلك المجاور لمحطة قطار كييف، بل في معظم مطاعم السلسلة ضمن مختلف مدن البلاد. يمكن إرجاع هذا الأمر إلى عوامل عديدة، منها الانفتاح السريع والمفاجئ على الرأسمالية وتحديدا الأمريكية منها. فالوجبات السريعة شائعة جدا في البلاد، ومن الصعب أن تجد الشباب يحضرون وجباتهم يحضرون وجباتهم بنفسهم.
بل يقتصر هذا الأمر على الكبار في أغلب الحالات. هناك نسخة أوكرانية من ماكدونالدز وهو مطعم ماك فوكسي، لكنه يبدو فقيرا ومهملا مقارنة بالعملاق الأمريكي لدرجة أن الطعام سيء حقا ويفتقد لأي مذاق حقيقي، لكن من المؤكد أن المطعم لن يكون مزدحما. أوكرانيا شبكة متطورة من وسائل النقل وأخفض محطة مترو في العالم. في الحقيقة قد لا تكون أوكرانيا من تلك البلدان ذات البنية التحتية الممتازة، لكنها تملك شبكة متطورة من وسائل النقل العامة، فجميع المدن الكبرى والمراكز الإقليمية مرتبطة ببعضها بشبكة من السكك الحديدية التي ينتقل عبرها السكان يوميا بين المدن الكبرى. تملك الكثير من المدن أيضا خدمات الباصات والترام الرخيصة والفعالة، والتي قد لا تكلف المرء سوى $1 أو أقل حتى. هناك أيضا العديد من المطارات، كما أن أجر التاكسي لا يزيد عن $0.3 للكيلومتر. إذا كنت ترغب بقضاء رحلة سياحية رخيصة، فربما عليك التفكير بأوكرانيا كمثال رخيص ومذهل في الآن ذاته. فوق ذلك هناك محطة أرسنالنا، وهي أخفض محطة أنفاق في العالم، حيث تقع المحطة تحت سطح الأرض ب 150 متر. جرى بناء هذه المحطة خلال فترة الحرب الباردة، وهي بالفعل أشبه بملجأ معد للاحتماء من القنابل النووية، ويبدو أنه صمم لحماية سكان كييف من هكذا كوارث. المطبخ الأوكراني يشمل المطبخ الأوكراني الكثير من الأطباق والأطعمة، من لحم الدجاج إلى الخنزير والعجل والسمك، وكذلك البيض والفطر. يحبذ الأوكرانيون أيضا إدخال البطاطا والبقوليات والمخلل في أطباقهم، وهكذا يعتبر المطبخ الأوكراني شديد التنوع والاختلاف، وذلك يعود إلى الأقليات الكثيرة التي استوطنت البلاد على مر التاريخ وجلبت معها أطعمتها ووصفاتها الخاصة. من الأطباق الأكثر شعبية نجد فارينيكي، وهي لا تختلف كثيرا عن البيروغنا البولندية، فكلاهما عبارة عن زلابية محشوة بالفطر والبطاطا والكرنب والجبن، لكن في النسخة الأوكرانية يتم غلي تلك الزلابية. هناك أيضا الخروبستي، وهي عبارة عن لفائف من الملفوف محشية بالأرز والجزر واللحم. لكن أشهر أطباق أوكرانيا هو البورش، وصحيح أنه طبق رائج في أوروبا الشرقية عموما، لكنه ذا شعبية كبيرة في أوكرانيا. الطبق عبارة عن حساء مكون من الشوندر الأحمر والملفوف والبطاطا، وقد يحتوي في أغلب الأحيان على لحم الخنزير. وهناك نزاع لا يزال قائما حتى اليوم بين الروس والأوكرانيين حول أصل هذا الحساء، لكن على الأرجح أن أصله أوكراني وليس روسي. من المشروبات الأخرى الرائجة في أوكرانيا إلى جانب الفودكا وهوريلكا نجد بيرة لفيف وقهوة لفيف أيضا. كما يحب الأوكرانيون الحلويات، حيث يشتهر لديهم حلوى شبيهة بتشيز كيك من ناحية الطعم وليس من ناحية الشكل، تعرف باسم سيرنيكي، وهي عبارة عن فطائر محشية بجبنة الكوارك تقدم مع القشدة أو الفواكه أو المربى أو العسل. تاريخ أوكرانيا. إن تاريخ هذا البلد مثير للاهتمام ومعقد في الآن ذاته، والسبب على الأرجح هو الموقع الجغرافي المميز لأوكرانيا، والذي جعلها عرضة للكثير من الحروب والغزوات والاستعمار. تعود أصول البلاد إلى دولة كييف الروس، التي كانت اتحادا لمجموعة قبائل سلافية، لكن في القرن الثاني عشر اجتاح المغول البلاد، ثم جاء العثمانيون والكومنولث البولندي الليتواني، فبرز دور مجتمعات القوازق من أجل تحرير البلاد بمساعدة الروس. لكن لسوء الحظ، وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قسمت أوكرانيا بين الإمبراطورية الهابسبورغية والإمبراطورية الروسية، وعندما انهارت إمبراطورية النمسا الهابسبورغية في القرن العشرين، ضمت أوكرانيا سنة 1918 إلى الاتحاد السوفيتي، وأصبحت إحدى جمهورياته. خلال حكم السوفيات عانت البلاد وسكانها من مجاعات كانت السلطات السوفيتية مسؤولة عنها. على الرغم من التاريخ المليء بالمآسي، استطاعت أوكرانيا التأثير بالدول التي حكمتها من ناحية إيجابية، فلا تزال التأثيرات الثقافية واضحة كأسلوب العمارة الهابسبورغي وصولا إلى المعالم السوفيتية، ما يجعل البلاد ملاذا رائعا لمحبي الفن والتاريخ. لفيف إحدى أجمل مدن أوروبا.
كانت لفيف لعدة قرون موطن عدد من الإثنيات والجماعات العرقية المختلفة، فهي تحوي مزيجا من التقاليد واللغات، ففيها الإيطاليون والأرمن واليهود والبولنديون والألمان، وجميع هؤلاء أضافوا عبر التاريخ مزيجا من التنوع إلى هذه المدينة، حتى أن المدينة نفسها خضعت لحكم أطراف مختلفة عبر تاريخها، من الإمبراطورية النمساوية المجرية إلى بولندا وصولا إلى الاتحاد السوفيتي وأخيرا أوكرانيا. في هذه المدينة أكثر من 2500 معلم تاريخي ومعماري، وهي تحوي أيضا 55% من المعالم التاريخية والمعمارية في أوكرانيا كلها، حيث تجد فيها أساليب معمارية إيطالية وألمانية وشرق أوروبية، وهذا ما دفع اليونسكو إلى اعتبار مركز المدينة موقعا من مواقع التراث العالمي. نفق الحب. لربما شاهدت صور هذا النفق الذي يظهر أمامنا في مختلف أنحاء الويب، حتى أنه أصبح وجهة شهيرة لمستخدمي إنستغرام من أجل التقاط الصور الرائعة. يقع هذا النفق خارج مدينة كليفان، وهو عبارة عن سكة حديدية يبلغ طولها نحو 3 كيلومترات وتحيط بها بكامل أشجار الطبيعة، ما يجعلها أشبه بنفق في أحضان الطبيعة. بنيت السكة في الأساس لنقل الأخشاب إلى مصنع ألواح ريفية، وكان القطار يمر على هذه السكة 3 مرات يوميا. اليوم أصبحت السكة بمثابة طريق جميل جدا محاط بالأشجار، ووجهة مثالية للعشاق كي يسيروا عليها، وهذا ما أكسبها لقب نفق الحب. لكنها تملك أيضا لقبا آخر، وهو نفق الميل الأخضر، جراء وجود تلك الأشجار المحيطة بها من الطرفين. في فصلي الربيع والخريف والصيف عفوا، تكون الأشجار مليئة بالأوراق، ما يعطي السكة مظهرا خلابا، لكن الخريف أيضا فصل رائع لزيارتها وفقا للأسطورة المحلية، بإمكان العاشقين الذين يسيران على هذه السكة طلب أمنية ما، وستتحقق طالما كانت نيتهما صافية. أضخم طائرة في العالم. تملك أوكرانيا أكبر طائرة شحن في العالم، وهي طائرة أنطونوف AN-225. زودت هذه الطائرة ب6 محركات مروحية توربينية، ويماثل طول جناحيها طول ملعب كرة القدم، وهي بالتالي طائرة شحن عملاقة جدا، ولا يوجد غير واحدة منها. تبدو هذه الطائرة مذهلة جدا عند إقلاعها، فهي تنساب ببطء في الهواء جراء حجمها الضخم، واستخدمت مؤخرا في نقل معدات الوقاية إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، أي أنها ما تزال في الخدمة حتى يومنا هذا. تعني كلمة ميريا بالأوكرانية الحلم، وهي أول طائرة سوفيتية تحمل اسما أوكرانيا، كما أنها صممت وأنتجت على مدار 3 سنوات ونصف فقط. وعندما أصبحت الطائرة جاهزة، حلقت في أول رحلة لها سنة 1988، أي قبل عام واحد من سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي في العامين اللاحقين. وهكذا ألغي البرنامج لاحقا، وظلت أنطونوف الطائرة الوحيدة التي صنعت.